هنكمل التستات بتاعتنا. تيست السادس، السؤال الأول نمبر 4 بيقول لي إذا كانت A بكذا هو عايز B بكام؟ وراح اداني بقى إيه؟ قال لي A plus B equal A times cross B. بصوا أنا عشان أحل المسألة دي هتلاقيها في الملزمة محلولة في خطوات كتير قوي، وإيكويجن 1 وإيكويجن 2 وإيكويجن 3 ونحل التلاتة إيكويجن مع بعض وشغلانة كده فل يعني. طيب هتعمل ايه يا مستر؟ انا هعمل حاجة تانية ظريفة خالص. هتعمل ايه حضرتك؟ انا همشيها جيومتريك، يعني ايه a بلس b؟ a كده و b كده اهو، وبعد كده هقول ده لما يمشي كده وده لما يمشي كده، يبقى فين الصم بتاعهم؟ ده صح؟ مش ده كده a بلس b؟ اه يا مستر. طب يا مستر يعني ايه A كروس B؟ A كروس B معناها اني لما اعمل ده كروس ده يطلع لي الاتي، يطلع لي البربنديكولر على البلين ويتش كونتين A و B، يعني ده هيجي كده، يعني ده A كروس B. انت عايز توصل ايه يا عم؟ عايز اوصل ان A بلس B يديني ده حاجة في نفس البلين، A كروس B يديني حاجة بربنديكولر على البلين. طب ازاي ده يساوي ده؟ ده حاجة اسمها المستحيل، ده الامبوسيبل عندنا في الماس انه يحصل، الا في حالة واحدة. ايه الحالة دي؟ ان يكون الصم بتاع ده بزيرو. فيبقى طالما ده بزيرو ولما نعمل حاجة في نفسها في نفس البلين بتاعها يعني كروس بعض ويكونوا بره لبعض، خلي بالك من اللي بقوله، ما هو لو ده بيساوي نيجاتيف ده فيبقى ده ماشي كده وده ماشي كده، الكروس بتاعهم يديني ايه؟ يديني زيرو. يبقى ما ينفعش غير ان تكون البي ايكوال نيجاتيف الايه، يعني البي هتساوي ايه؟ نيجاتيف 2 نيجاتيف 1 و2. فهمتوها؟ عايز بقى تحل الطريقه الطويله موجوده عندك في الملزمه. السؤال رقم برضو الاول رقم 6، بص بيقول لي ايه؟ بيقول لي ايه بربنديكولار على بي وايه بربنديكولار على سي. حلو. وبعد كده راح اداني البي واداني السي واداني نورم الايه المطلوب، قال لي عايز اعرف الايه بكام. برضو الموجود في الملزمة حل طويل، انا هحله هنا بطريقة مبسطة شوية. هتعمل ايه يا مستر؟ دلوقتي لما يكون ايه اهو بربنديكولار على البي وفي نفس الوقت بربنديكولار على السي، يعني عايز اوصل ايه؟ عايز اوصل ان بي وسي لو عملتهم كروس بعض هيديني البربنديكولار على البلين ويتش كونتين اي و بي. مستر يعني هديك الايه؟ لا يا بابا، انا قلت لك هديك عمودي اتجاهه، حاجه خط عمودي بربنديكولار على البي والسي، لكني اللي اعرفه انه يكون بارلل للايه، يعني مثلا هيطلع حاجه اسمها مثلا اي فيكتور، الاي فيكتور ده هو بارلل للايه. فهمتك. طب الاول تعالى نعمل بس كده البي كروس سي اهو، اي جي كي، البي تبقى 2 3 2 والسي 1 و2 1، اي ماينس جي بلس كي. يلا 3 في 1 ب 3 ماينس 4، وهنا جي 2 في 1 ب 2 ماينس 2 يبقى ب 0، وهنا الكي تبقى 2 في 2 ب 4 ماينس 3 يبقى بكام؟ ب 1. يعني اقدر اقول كده نيجاتيف 1 و 0 و 1. ده مين ده؟ ده البي كروس سي. من هو البي كروس سي؟ اسمع، ها هو خط بربنديكولار على البلين ويتش كونتين. طب ايه علاقته بالايه؟ بارلل للايه؟ ده اللي يا مستر انا حضرتك سميته مين؟ اي فيكتور. طب يا مستر لما تعرف ان اي فيكتور بارلل لاي فيكتور استفاد ايه؟ ان الاي بتساوي ام في اي، اي حاجتين بره تو فيكتور بره لبعض يبقى ده بيساوي ام في التاني او اي كونستانت في التاني. يعني اقدر اقول ان الاي بتساوي ام في نيجاتيف 1 و 0 و 1. يعني اقدر اقول بقى لو انا جبت النورم بتاعه، يعني اقدر اقول بس الاول كده ان الاي بتساوي نيجاتيف ام و 0 و ام. النورم بتاع الاي حضرتك بكام بقى؟ هجيب ده سكوير، يعني ام سكوير بلس ام سكوير تحت الروت. طب ونورمال ايه هو مديهوني الراجل جيفن بكام؟ بفور روت 2.
طب مستر دي بكام بقى حضرتك تطلعها؟ ام سكوير وام سكوير ب 2 ام سكوير، تطلع بره الروت يبقى ام روت 2. اوبا، يعني ام روت 2 ايكوال 4 روت 2، دي تروح مع دي، يبقى الام بكام؟ ب 4. يعني اقدر اجيب الايه بكام بقى؟ شيل كل ام واحط 4، تبقى نيجاتيف 4 و0 و4. المسألة اللي وراها كل الكلام ده حلوله مختلفة عن حلول كمان الملزمة. تيست 6 برضه السؤال التاني نمبر 1، مديني شوية فاكتورز كده وبقول لي لحد 10 فاكتور، يعني ده الأول التاني التالت الرابع لحد 10 منه. طب حلو، هو ده مين يا مستر؟ ده 1 ماينس 1 على أوميجا، شيل ال 1 وحط أوميجا كيوب، شيل ال 1 وحط أوميجا كيوب، يعني يديني إيه؟ ده أوميجا سكوير. ليه؟ أوميجا كيوب على أوميجا بأوميجا سكوير. طب وده 1 ماينس أوميجا، طب ده اوميجا باور 4 شيل 3 منها يبقى 1 على اوميجا، وفي اوميجا كيوب فوق، ها يبقى ايه؟ 1 ماينس اوميجا سكوير. وهنا اوميجا باور 8 دي شيلها واحط مكانها اوميجا، شيل منها 3، يعني اوميجا باور 2، والواحد ده اوميجا كيوب، يعني اوميجا كيوب على اوميجا سكوير يعني اوميجا. انت عايز توصل لنا ان ده هو ده هيكرر كام مرة؟ 5 مرات تاني، ما هم 10، ادي 1 2 3 4، هنا 5 6 7 8 9 10. يعني انا اجيب قيمة ده واعمله كله باور 5. طب مستر قيمة ده بكام بقى؟ ما هو ده متكرر 5 مرات. يلا ديستريبيوشن، 1 في 1 ب 1، 1 في نيجاتيف اوميجا بنيجاتيف اوميجا، نيجاتيف اوميجا سكوير في 1 يبقى نيجاتيف اوميجا سكوير، نيجاتيف اوميجا سكوير في نيجاتيف بقت بوزيتيف، اوميجا سكوير في اوميجا يعني اوميجا كيوب. يلا حضرتك كده مع بعض، ادي 1 خد ماينس من هنا كومن فاكتور يعني اوميجا بلس اوميجا سكوير بلس اوميجا كيوب اللي هي ب 1. بص يا باشا، 1 و 1 2 ماينس اوميجا بلس اوميجا سكوير دي بنيجاتيف 1، فبقت كام؟ 3 باور 5، تطلع بكام؟ 2 4 3. المسألة اللي وراها السؤال التاني برضو في تيست 6، رقم 6، السؤال التاني رقم 6، مديني A ومديني B، وبعد كده بيقول لي هات لي A كروس B و B كروس A واعملهم لي حضرتك ضد بعض. ماشي، تعال الأول نجيب A كروس B. لما أعمل A كروس B كده I J K دي هتبقى 1 0 2 و 2 نيجاتيف 1 نيجاتيف 2. وبعدين يلا تعال نفك، يلا 0 في اي حاجه ب 0، ماينس ماينس 2 يعني دي ب 2، بعد كده جي 1 في نيجاتيف 2 بنيجاتيف 2 ماينس 4 يعني نيجاتيف 6، بعد كده 1 في نيجاتيف 1 بنيجاتيف 1 ماينس 0 يعني دي نيجاتيف 1. يعني اقدر اقول كده ان A كروس B بتساوي 2، نيجاتيف نيجاتيف بقت بوزيتيف 6 ونيجاتيف 1. مستر طب B كروس A؟ ما هي بس بعكس الاشارة، يعني نيجاتيف 2 نيجاتيف 6 1. طب مستر بعد اذنك انا عايز اعملهم ضد بعض، عايز اعمل ده ضد ده؟ حاضر، يبقى 2 و 6 ونيجاتيف 1 ضد نيجاتيف 2 ونيجاتيف 6 و 1. حد حافظ القانون؟ ايوه، اول تايمز اول بلس تاني تايمز تاني بلس تالت تايمز تالت، 2 في نيجاتيف 2 بنيجاتيف 4، بعد كده ماينس 36 ماينس 1، احسب كل ده هيطلع نيجاتيف 41. خش على باقي، طبعا السادس ما فيهوش حاجه، خش على التيست السابع السؤال الثاني نمبر 6، السؤال الثاني نمبر 6 مديني ايه بقى؟ بيقول لي نورمال ايه بكذا ونورمال بي بكذا ونورمال سي، وبعد كده قال لي ايه وبي وسي ار ميوتالي اكسكلوسيف، ميوتالي ارثوجنالي. يعني ايه ميوتالي ارثوجنالي؟ لسه قايلينها، اللي هي بربنديكولار مثنى مثنى. في المساله اللي فاتت اللي حليناها في الفيديو الاولاني كان يونت فيكتور، فكنت فرضت الايه بكام؟ 1 0 0 والبي 0 1 0 والسي 0 0 1. هنا بقى مش يونت فيكتور، ومديك النورم بتاع كل واحد بكام. قول له علينا ده احنا ياما ايه. ايوه كده، هقول الاي بايه؟ ها ب 2
وزيرو وزيرو. طب والبي؟ مش هي بتلاتة؟ نرمها بتلاتة، انا هظبطها لك، زيرو وثري وزيرو. طب والسي؟ زيرو وزيرو وتويلف. اه مش دول بره اللي بعض، ده في اتجاه الاكس وده في اتجاه الواي وده في اتجاه الزد. ده انت ظبطتها يا مستر. اه طبعا، امال ايه؟ عايز ايه بلس بي بلس سي؟ اوي اوي، ايه بلس بي بلس سي اهو، 2 0 0 2، بعد كده 3 و12. النورم بتاعهم بقى، نورم A بلس B بلس C 2 سكوير بلس 3 سكوير بلس 12 سكوير. احسب ده كله يطلع لك 157 كله تحت الروت. المسألة اللي وراها برضو في التست السابع، السؤال التاني نمبر 2، السؤال التاني نمبر 2 بيقول لي الآتي: إذا كانت A ب 2 كوزاين سيتا ولوج إكس ب 3 وساين سيتا، ومديك البي حضرتك بكام يا مستر؟ ب كوزاين سيتا ولوج 27 للبيز 5 و 2 ساين سيتا. ايه المطلوب؟ قال لي عايز يا مستر A دوت B. عايز A دوت B، هو مديهاني ب 11. امال عايز ايه؟ قال لي عايز يعرف الاكس بكام. حاضر، مفيش اي مشكله، تعالى نحل دي ونشوف هنعملها ازاي. طب يا مستر هتحلها ازاي دي؟ اولا انا ماليش دعوه بكل الجيفن اللي هو مدهاني. ازاي؟ انا هشتغل بالدوت. ليه؟ هو مديني الدوت وماليش دعوه بقى بالجيفن، يعني مش هتلخبط منها. انا كل اللي فارق معايا ان انا يكون عندي ايه؟ ان انا يكون عندي جوه كل فيكتور حاجات هشتغل، يعني اعمل الاول تايمز الاول والتاني تايمز التاني والكلام ده. ماليش دعوه بقى باي حاجه تانية، مش فارقه معايا خالص. طيب ورينا يا مستر. حاضر، همسك اعمل ايه دوت بي، فاقول اول تايمز الاول يبقى 2 كوزاين سيتا في كوزاين سيتا، يعني معناها 2 كوزاين سكوير سيتا. بعد كده بلس لوج اكس بيس 3 في لوج 27 بيس 5 اهي، لوج اكس بيس 3 تايمز لوج 27 بيس 5 بلس ساين، يبقى 2 ساين سكوير سيتا. ماشي، كل ده بقى بكام؟ قال لك ب 11. ماشي بالراحه كده، خد دول مع بعض، 2 كوزاين سكوير سيتا بلس 2 ساين سكوير سيتا بلس، ممكن نفك دي يعني تبقى لوج اكس على لوج 3 تايمز لوج 27، دي اللي هي ماشي اكتبها كده وبعد كده هفهمكم، على لوج كام؟ 5. كل ده ب 11. بص يا باشا، خد 2 من هنا كومن فاكتور، بقت كوزاين سكوير سيتا بلس ساين سكوير سيتا من الاثنين دول يعني، فده ب 1، ف 2 في 1 ب 2، تطلع الناحيه الثانيه 11 تطلع بالنيجاتيف، تبقى دي بكام؟ ب 9. تعالى لده بقى، لوج 27 دي انا هشيل 27 دي احطها 3 باور 3، فال 3 دي تبقى ايه؟ روكي هوبا تحت، فيبقى كده لوج اكس اهي على لوج 3، بس ركزوا في الكلام، بيس تايمز روكي هوبا تحت 3 لوج 3 على لوج 5. وبعدين لوج دي مع لوج دي تروح، اتبقى ايه يا باشا؟ 3 في لوج اكس على لوج 5، كل ده بكام؟ ب 9. اعمل ديفايدد 3 في الطرفين، بقت لوج اكس على لوج 5 ايكوال 3. مستر يعني ايه لوج اكس على لوج 5 بايكوال 3؟ يعني معناها كده، بص اكتبها هنا وركزوا، يعني معناها اللوج اكس، ايوه ايوه، بيس 5 ايكوال 3، يعني اكس بتساوي ايه؟ السهم الذهبي 5 باور 3. 5 باور ايه؟ 3. المساله اللي وراها تيست نمبر 7 او لسه في التيست السابع، السؤال الرابع رقم 2 فيه، رقم 2 فيه بيقول لي الاتي، بيقول لي بروف ذات ان a بلس b بلس 2، وهنا a b مالها 1 و 1 والكلام ده كله، ها بيساوي 2 a بلس b بلس 1 باور 3. ابدا اشتغل بحاجه ايه يا مستر؟
اول فكره بتجيني في ديترمنت لو جمعت كده او جمعت كده، لو جمعت كده a بلس b بلس 2 بلس 2 بلس 1 بلس 1 يعني a بلس b بلس 4، دي a بلس 2a بلس b كله بايظ، هتعمل ايه؟ طب تيجي نمشيها كده نجرب. ماشي، a بلس a ب2a، b بلس b ب2b، ودي 2. طب هنا 1 بلس 1 ب2، 2a و b بلس b، ايه ده ايه ده، 2a و 2b و 2. طب وهنا 1 و a مع دول، يبقى دي 2 ودي 2a ودي 2b. اوبا دي جايه، هقول اعمل الكولوم الاول بلس الكولوم الثاني بلس الكولوم الثالث وارزعه في الكولوم الاولاني، فدي تطلع كده a و a 2a، b و b 2b، ودي بلس 2، ودي لا تتغير لا تتأثر ولا يتأنب ضميرها، 1 و 1 2 و 2a و 2b، يعني 2a 2b و 2، وهنا نفس الكلام 2a 2b 2، ودي دي 2a بلس b بلس 1، ودي a وده b وده a بلس 2b بلس 1. ها مين شاطر؟ محفوظة صم، خدها دي بره، بقت 2 a، ممكن اخدها كمان كومن فاكتور كمان، يبقى a بلس b بلس 1. هنا اتبقى لي ايه؟ 1 1 1 a 2a بلس b بلس 1 a b b a بلس 2b بلس 1. ايوه برافو، اسلك سمعتك، اسلك مسلك الونات، اسلك مسلك الونات. هعمل الرو الاولاني تايمز نيجاتيف 1 واجمعه على الرو الثاني واحطه في الرو الثاني، نفس الكلام الرو الاولاني تايمز نيجاتيف 1 واعمله بلس الرو الثالث واحطه في الرو الثالث، ادي 2a a بلس b بلس 1 اهي. لما هعمل كده بقى همشيها واحد واحد، نيجاتيف 1 وهنا وهنا، فبقى 1 ده لا يتغير لا يتأثر ولا يتأنب ضميرها اهي، ده 0 و 0. ايه لما اعملها مع دي؟ هيتبقى لي a بلس b بلس 1، مع دي يتبقى 0، دي مع دي 0، نيجاتيف b مع ده هيتبقى a بلس b بلس 1. اوبا الاصفار ظهرت، بقى هنا ايه؟ 2a بلس b بلس 1 اهو، تايمز ده كمان a بلس b بلس 1، تايمز ده كمان a بلس b بلس 1، يعني في الاخر هيطلع 2 a بلس b بلس 1 كم مره؟ 3 مرات، يبقى باور كام؟ 3. سأل وراها تيست 8 السؤال الاول رقم 1، في تيست 8 بيقول لي الاتي، فاكتوريال الكلام ده بيساوي 1. اه فاكتوريال ده مدخل بقى لوجات مع السنه اللي فاتت مع هيصه، فاقول له الاتي، الفاكتوريال ما يساويش 1 غير في حاله من حالتين، يا اما 1 بلس لوج اكس equal 1، يا 1 بلس لوج اكس equal 0. فهنا لوج اكس بتساوي 0، 1 تروح مع 1، هنا لوج اكس هتساوي نيجاتيف 1. اوبا ده ينفع؟ سمعتك يا حمار بتقول ما ينفعش، لا ينفع، انا بقول ما يبقاش في جوه الجناحات نيجاتيف او في البيز نيجاتيف، لكن بره ما عادي، عارف ليه؟ لان ده البيز بتاعه بكام؟ ب 10، وده البيز بتاعه بكام؟ ب 10. طبق السهم الذهبي، طبق السهم الذهبي، بقت اكس بتساوي 10 باور 0 مره، واكس بتساوي 10 باور نيجاتيف 1 مره، اي حاجه باور 0 تبقى اكس بكام حضرتك؟ ب 0 ب 1 اسف ب 1، وهنا يبقى اكس بتساوي 1 على 10. بس خلصت، صعبه؟ مساله اللي وراها جميله 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 جدا، وحلها بطريقه مختلفه عن الملزمه، من فضلك ركز فيها حلو جدا. ده سيستم حل، قال لي a سكوير بلس b سكوير على a بلس b i. اوه ده دي بقى قعدنا نعمل تايمز الكونجكت فوق وتحت وهيصه هاي لمان. انا عملت حته دين حركه يا اولاد، ركزوا فيها بقى. هعمل a سكوير بلس، تعمل ايه يعني؟ بص هعمل البلس دي اشيلها واحط ماينس، ماينس ايه يا نهار اسود؟ اعملها بي سكوير اي سكوير. ازاي يا مستر؟ هقول لك، هي اي سكوير بكام؟ مش بنيجاتيف 1؟ فنيجاتيف نيجاتيف، يبقى انا هي البوستيف ولا لا؟ يبقى انا شلت البوستيف وحطيت مكانها ماينس واي سكوير، فهي هي. طب وبعدين؟ بص كده ادي a بلس بي اي، فدي هتتفك كده اهو، بقى الديفرنس بين تو سكوير، ادي a بلس بي اي، a و a ماينس و بلس، بي اي بي اي. اوبا ده طر مع ده، كل ده بيساوي كام بقى؟ 2 بلس 3 اي، يعني a ماينس بي اي بتساوي 2 بلس 3 اي، يعني ال a ب 2 وال b ايكوال كام؟ نيجاتيف 3.
طب وبعدين يا مستر؟ ده هو عايز ايه؟ عايز ال A كروس ال B. 2 في نيجاتيف 3 بكام؟ بنيجاتيف 6. تست 10، السؤال الأول رقم 1 بيقول لي إذا كانت إكس بكذا بنيجاتيف 1 ماينس روت 3 أي على 2، عايز إكس باور 4. طبعا دي بمنتهى البساطة كده، اللي فوق يجزأ ولتحت لا يجزأ، يعني هنقول كده نيجاتيف 1 على 2 ماينس روت 3 على 2 أي. طبعا دي لمين؟ دي لأوميجا سكوير على طول، محفوظة. نيجاتيف هاف ماينس روت 3 على 2 إيه؟ أي، يعني اكس بتساوي اوميجا سكوير. حط دي بقى كده، شيل كل اكس وحط اوميجا سكوير، فبقت اوميجا سكوير باور 8 بلس اوميجا سكوير باور 4 بلس 5. طبعا واحد دلوقتي بيقول يا مستر انت قلت لنا في الحصه ممكن تكون اوميجا وممكن تكون اوميجا سكوير. اه طبعا ما عنديش اي مشكله، سواء حطيت اوميجا واوميجا سكوير الاثنين هيطلعوا نفس الناتج، فتبقى اوميجا باور 16 ودي اوميجا باور 8 بلس 5. اوميجا باور 16 شيل منها اقرب رقم ديفيزابل باي 3 يعني 15 فبقت اوميجا، ودي شيل منها اقرب رقم اوميجا باور 6 فبقت اوميجا باور 2 بلس 5، دول بنيجاتيف 1 يبقى الاجابه بكام؟ ب 4. المساله اللي وراها هنلاقيها تيست 10 السؤال الثاني نمبر 6. بمنتهى البساطة كده، أنا بس عايز أفكرك بقصة الكوردينيتس. هو مديني النقطة A، النقطة A بكام يا سيدي؟ ب 4 و 0 و 0، طبعا ده الـ X وده الـ Y وده الـ Z، فدي 4 و 0 و 0. بعد كده طبعا دي النقطة دي، دي 0 و 0 و 0. النقطة C حضرتك 0 و 9 0 أهي. بعد كده النقطة دي داش 0 0 7. طبعا اي حاجه تانية تقدر تجيبها دلوقتي، يعني مثلا نقطه سي داش، سي داش دي فين؟ دي واقعه في البلين اكس، البلين واي زد، يعني الاكس فيها بزيرو. طيب الواي مشيت كام؟ مشيت 9، والزد طلعت كام؟ طلعت 7. انصقم بقى، اعمل اللي انت عايزه. طبعا نقطه اي داش دي في اكس وزد، يعني اكس مشيت 4 ومفيش واي، والزد عندي بكام؟ ب7. انصهم بقى تقدر تكمل كله. دي مثلا نقطة دي اكس واي وزد، يعني 4 و 9 و 7. النقطة دي على الاكس والسي بقى الاكس والواي بس، يعني 4 و 9 و 0. تقعد بقى تكمل كده زي ما انت عايز. طيب ايه المطلوب؟ قال لي عايز نورمال الاي داش، اي سي داش. فين الاي؟ الاي اهي، او الاي سي داش هي عبارة عن سي داش ماينس اي. يلا السي داش بكام احنا مطلعينها؟ 0 9 و 7. الاي بكام حضرتك؟ 4 و 0 و 0، ماينسهم ببعض فبقت نيجاتيف 4 و 9 و 7، ده الاي سي داش. طب عايز النورم الاي سي داش، يبقى روت نيجاتيف 4 كل سكوير، خلي بالك لما بحط بالنيجاتيف بحطها كلها جوه البراكت، بلس 9 سكوير بلس ايه 7 سكوير، وتكمل وتجيب الايه النتيج. تعال نبص على اخر مساله هنحلها في التستات. بولي بروف ان الليله دي كلها ب بالكلام ده. الحقيقه عشان اعرف اشتغل لازم، انا قلت لك قبل كده لما تلاقي 1 وفيها كوزين او 1 وساين لازم تبقى فاهم كويس قوي اني لازم اتخلص من ال 1. لازم اتخلص من مين؟ من 1. طب ازاي يا مستر اتخلص من ال 1؟ تعالى واحده واحده كده نشوف هنعمل ايه في القصه بتاعتنا دي. في خطوه تسبق اللي قلته. ايه يا مستر الخطوه اللي تسبق اللي حضرتك قلته؟ الخطوه دي حضرتك اني لازم يكون مع الكوزين، عشان اصل المشكله هنا كده مشكله اسماء، ان مع الكوزين ريلات فقط، ريل رقم ريل، ومع الساين اي. طب يا مستر ازاي هتحول ده كده؟ عندي طريقه بسيطه كده. طبعا هنا انا مش هقدر اقول الاشارات، يعني انت لو مشيت بالاشارات الجزء الريل بوزيتيف والجزء الثاني برضو بوزيتيف،
يعني 90 ماينس 90 ماينس. طب هتعمل ايه؟ بص كده، امسك اول حاجة ده 1 بلس ده، اقول كده ده كوزين 90 ماينس تيتا، ما هي هي ساين، لان ال 90 بتغير الاشارات، ودي اي ساين 90 ماينس تيتا، هي هي يا مستر، ما عملتش ولا حاجة. نفس الكلام هعمله تحت، 1 بلس كوزين 90 ماينس تيتا، وده ماينس اي ساين 90 ماينس تيتا. ليه عملت كده؟ انا بس كل اللي عملته خليت الكوزين معاها، ركز معايا كده، خليت مع الكوزين ريل وكل الريلات لوحدها، وده كده، فما عنديش وسيله احول من كوزين لساين غير 90 ماينس. هتفق معاك على اتفاق اخر، انا هسمي 90 ماينس تيتا دي عموما الفا، هسميها الفا، فده كان المساله كده 1 بلس كوزين الفا بلس اي ساين الفا، وهنا 1 بلس كوزين الفا ماينس اي ساين الفا. ماليش دعوه بقى ليه، اصل احنا الفكره كلها احنا المساله دي حلينا زيها كذا مره، وقلت لك الفكره في انك تتخلص من الكوزين. طب اتخلص من الكوزين ازاي؟ بقوانين الدبل. طب قانون الدبل يعني مثلا لو كان عندي كوزين 2 سيتا كنا بنقول ايه؟ كوزين سكوير البنت ماينس ساين سكوير البنت. يا رب نفتكر، ها حط 2 هنا، حط 1 هنا، حط 1 هنا، حط 2 هنا. انا بقى مشكلتي حضرتك ان انا اتخلص من مين؟ من ال1 ده. فعشان اتخلص من 1 يبقى لازم استخدم القانون التاني اللي هو حط 2 هنا، حط 1 هنا. بصوا لي وركزوا، فده هتخلص منه كده، كوزين الام بيساوي قلنا يحط 2 حط 1، فتبقى 2 كوزين سكوير البنت اللي هي الفا على 2 ماينس ال1، وبلس اي الساين دي بدل ما خليت دي بالبنت خلي دي كمان بالبنت، يعني دي هتبقى ايه؟ 2 ساين البنت كوزين البنت، يعني دي الفا على 2 ودي الفا على 2. طب بص الناحية التانية هنا، دي 1 بلس نفس الكلام، حط 2 حط 1، تبقى 2 كوزين سكوير البنت ماينس 1، ودي شيلها وحط ادي 2 ساين البنت كوزين البنت، مش كوزين الأم بيساوي 2 ساين البنت كوزين البنت أهي. وبعدين يا مستر تخلصت من ال1، يا مستر هي ال1 عاملة لك أزمة للدرجة دي جدا فوق ما تتخيل. ركزوا بقى معايا في الحتة الجاية دي، ده اخد من هنا 2 كوزين الفا على 2 كومن فاكتور. يلا يا باشا قول لي هيتبقى ايه كده، يلا ها، ده هيتبقى حضرتك كوزين الفا على 2، ما هم سكوير خدت منهم واحد، ودي هتتشال الاتنين مع الكوزين يتبقى ايه؟ اي ساين الفا على 2. ماشي. طب وتحت يلا يا مستر برضو نفس الكلام، هاخد 2 كوزين الفا على 2 كومن فاكتور، ها دي هيتبقى ايه؟ ايوه برافو، كوزين الفا على 2 ماينس 2 طلعت بره، كوزين تتاخد يبقى اي ساين الفا على 2، دي راحت مع دي. جميل. عندي مشكله، المشكله هنا مشكله اسماء ولا اشارات؟ اشارات. طب في الاشارات بنعمل ايه؟ بنشخبط شخبيط، فدي هتبقى مثلا هنا الريل بوزيتيف وده كده. طب مستر فاكر دي كنا بنعملها ايه؟ اه طبعا فاكر، دي هتبقى كوزين الفا على 2 بلس اي ساين الفا على 2، حد فاكر؟ ها دي نخليها ماينس سيتا، دي كانت تبقى سيتا زي ما هي، ودي 180 ماينس سيتا، ودي 180 بلس سيتا، ودي نيجاتيف سيتا. يعني دي يا مستر هغيرها تبقى ايه؟ كوزين نيجاتيف الفا على 2 بلس اي ساين نيجاتيف الفا على 2. مستر ايه؟ احنا لما يكون عندنا تو كومبلكس نمبر ديفايدد بعض نقول اسمع الاراد تسمع الكلام 1 على 1 ب 1 والستات تتماينس، فالفا على 2 ماينس ماينس الفا على 2 بقت بلس الفا على 2 نص ونص، يعني كوزين الفا بلس اي ساين مين؟ الفا. حلو. طب وبعدين؟ ركز معايا يا مستر، معاك كمل في الحته دي، ادي كوزين الفا على 2 حضرتك، هو عايز دي كلها باور كام؟ باور ان،
طب احنا مستر لما بنعمل ده باور ان كده، دوموفر كان يقول ايه؟ الاراد تسمع الكلام وستات التايمز، فالاراد باينه بوان اصلا، فدي كانها كده كوزاين ان الفا بلس اي ساين ان الفا. طب والالفا دي يا مستر اصلا حضرتك حاططها بكام؟ ايوه برافو، انا عاملها اهو ب 90 ماينس سيتا، يعني دي كانها كده كوزاين ان دي 90 ماينس سيتا اهي بلس اي ساين ان، والالفا دي هشيلها واحط مين؟ 90 ماينس سيتا. وبكده مسائل كتاب المدرسة في الامتحانات خلصت.